ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة تونس الإعلامي والمحلل السياسي صبري الزغيدي. مرحبا بك معنا في نشرة العاشرة. بداية سؤالي الأول حول قامة حركة النهضة. مساء النور. قامت حركة النهضة بالخطوة المنتظرة ورشحت رئيس الحكومة، لكن على ما يبدو أن شخصية رئيس الحكومة المكلف ملتبسة نوعا ما، يعني هل هو كادر في الحركة أم يمكن اعتباره مرشح تكنوقراط؟ هو طبيعي جدا حركة النهضة يعني مباشرة بعد الانتخابات وانخرطت في مشاورات غير رسمية مع مختلف الأحزاب التي على الأقل نقول أنها فازت في البرلمان التونسي. هذه المشاورات كانت فيها شد وجذب على أساس هناك من قدم شروط. حركة النهضة لا تريد أن تتعامل مع في أول الأمر لا تريد أن تتعامل مع قلب تونس على أساس أنه حزب فاسد ورئيسه فاسد، ولكن ظهر الأمر جليا مع انتخاب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي، وظهر كيف هناك تحالف بين قلب تونس الذي منذ قبل 24 ساعة هو ذلك الحزب الفاسد مع حركة النهضة. يعني في تقديري التصويت على راشد الغنوشي كرئيس للبرلمان هو في اعتقادي يعني قاعدة مادية عكست اختيار الجملي رئيسا للحكومة. بالنسبة لقلب تونس يقول أنا أريد شخصية اقتصادية أو شخصية تريد أن تطرح برنامج لمقاومة الفقر. ذهبت النهضة في ذلك الاتجاه، طرحت عديد الأسماء من بينها هناك القريب من حركة النهضة، ثم الصف الثاني ثم الصف الثالث. بالنسبة للجملي هو متعاطف مع حركة النهضة، ولكن على أساس الترغية لقلب تونس وبعض المستقلين الآخرين ومن بينهم كذلك من الممكن أن يكون حركة الشعب أو التيار الشعبي معروف اشتغل في الحكومة التونسية منذ الثورة. بالنسبة للحركة تريد أن ترضي أكثر ما يمكن من الكتل السياسية داخل البرلمان. لكي ماذا تريد حركة النهضة؟ تريد أن تنجح أو تسجل نقاط نجاح على المستوى السياسي، ولا تريد أن تفشل وتذهب بعد 60 يوم حتى نضطر لكي يختار لدى المرشح شهر لتشكيل الحكومة العتيدة. هل ستتجاوب القوى السياسية التونسية مع هذا المترشح؟ نعم، المترشح اليوم في تصريحه داخل قصر قرطاج قال أنا موجود لكي أطبق برنامج الحزب الحاكم، برنامج حركة النهضة، ونطعمه ببعض المقترحات من بين الأحزاب الأخرى التي من الممكن أن تشارك في هذه المشاورات لتشكيل الحكومة. وقال بالحرف ليس هناك أي يعني ليس هناك أي فيتو أو ليس هناك أي ورقة حمراء تجاه أي حزب، يعني بما فيه الكتلة الثانية داخل البرلمان التي هي قلب تونس. بمعنى في تقديري ستذهب مختلف الكتل وبما فيها نعم تفضل أكمل فكرتك. نعم أكمل فكرتك، أنا أستمع إليك. نعم، بما فيها تلك الكتل التي جاءت جاءت ضد قلب تونس المحسوب أو المتهم بكونه حزب فاسد. حركة النهضة قدمت التنازلات ومسكت العصا من الوسط فقط لكي تريد أن تسجل تلك النجاحات السياسية. أنا في تقديري ستذهب حركة النهضة وستسجل تلك النجاحات على المستوى السياسي وستشكل حكومة، ولكن حكومة مباشرة بتشكيل من رئيس البرلمان الحالي الذي هو راشد الغنوشي. طيب مع التشاور من الممكن من هي القوى السياسية التي من الممكن أن تشارك مع هذا المرشح على حركة النهضة، ومن هي القوى التي سترفض قطعا العمل معها والانضمام إلى حكومته؟
في تقديري هي تلك الكتل التي صوتت لراشد الغنوشي لكي يفوز برئاسة البرلمان. يعني حركة النهضة وحزب قلب تونس والائتلاف الكرامة القريب من حركة النهضة وحزب الرحمة وكل ما يدور حول حركة النهضة وبما فيها من الإمكان من الممكن أن يكون حزب تحية تونس الذي يترأسه رئيس الحكومة الحالي الشاهد من الممكن أن يكون أن يشارك في هذه الحكومة، لأنه في تقديري هذه الكتل أو هذه القوى السياسية ليس لها اختلافات جوهرية فيما بينها، فقط هي تختلف على مستوى الخطاب، ولكن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي تتشارك في نفس المنوال الاقتصادي والاجتماعي، في نفس تلك التوجهات الاقتصادية والاجتماعية، ليس لها أي مشاكل مع المنظمات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي. هي فقط حركة النهضة تريد أن تستجلب تلك القوى التي صوتت لراشد الغنوشي من طيب أجل تكون الحكومة أستاذ المصادقة على قانون المالية بعد الحديث المثير للجدل. بعد الحديث عن التناغم بين حركة النهضة وحزب قلب تونس، يعني كان يتوقع الشارع التونسي ربما شخصية مختلفة يعني لرئاسة الحكومة، ألا تنفي شخصية كهذه يعني شخصية الجملي إمكانية يعني أن هذه الصفقة غير موجودة، يعني ألا ينفي ذلك؟ مثل ما قلت حركة النهضة كانت يعني في مواجهة عديد الشد والجذب، عديد التجاذبات أولا داخلها داخل مجلس الشورى، يعني هناك صراع كبير على مستوى قيادات حركة النهضة في علاقة باختيار الشخصية التي المراد حولها، كذلك على مستوى أغلب التيارات السياسية التي فازت في هذه الانتخابات، من يريد شخصية مستقلة بعيدة على حزب حركة النهضة، ومن يريد شخصية قريبة لحركة النهضة أو ابن حركة النهضة. حركة النهضة مسكت العصا من الوسط وحاولت أن ترضي تلك الجموع من الكتل السياسية داخل البرلمان من أجل أن تحقق ذلك المكسب السياسي وتتجاوز المسار البرلماني في اتجاه النجاح، ثم تتجاوز المسار الحكومي في اتجاه النجاح. وعلى ما يبدو وحسب الكواليس حركة النهضة ما ذاهبة قدما نحو هذا النجاح الذي سيتكون من تلك الكتل السياسية التي نخبت في حد ذاتها لراشد الغنوشي رئيسا للبرلمان، ومن ممكن أن يلتحق بها مثل ما قلت حركة تحية تونس، نعم، حزب رئيس الحكومة الحالي، نعم، لأنه ببساطة اليوم هناك ملفات اقتصادية واجتماعية، هذه الكتل التي حاليا التي نخبت لراشد الغنوشي رئيس البرلمان ليس لها أي مشكل اقتصادي اجتماعي مع منظمات المالية المانحة، هناك مشكل التضخم، هناك مشكل الاستثمار. طيب يعني أمام مشاكل يعني الاستثمار والتضخم في يعني بالنسبة للمرشح لشخصية المرشح، اسمح لي أستاذ زغيدي، يعني مرشح أعلى ما وصل نعم. إليه في الماضي هو كاتب دولة في وزارة الفلاحة، وسيرة الذاتية هي سيرة شخصية فيها بعض الأبحاث في الشؤون الفلاحية والأعلاف إلى غير ذلك، يعني هل لديه فعلا الكفاءة والقدرة على حل مشاكل التونسيين وبما فيها المشاكل الاقتصادية؟ نعم، طبيعي لا، طبيعي لا. فلننظر المشروع المسودة البرنامج الذي قدمته حركة النهضة للنقاش مع الأحزاب السياسية لتشكيل للمسار البرلماني أو لتشكيل الحكومة، هو برنامج عام، هي مجرد وعود زائفة، هي يعني ليس لها جداول زمنية، ليست معناها يعني برنامج ذي دقة، فقط هو برنامج عام. طبيعي جدا أن تضع حركة النهضة شخص غير معروف، شخص تقريبا نكرة، مجرد كاتب دولة
لكي يكون طائعا أو في يدها يعني تطرح عليها المسائل التي هي تريدها. أنا في تقديري التشكيل الحكومي القادم لن يكون في دار الضيافة عن طريق رئيس الحكومة المكلف الحالي، بل سيكون في قصر باردو في رئاسة البرلمان وفي يد المحور الأساسي الذي يحكم في اللعبة السياسية في تونس، ألا وهو الشخص راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي. أشكرك. نعم. الإعلامي والمحلل السياسي صبري الزغيدي، كنت معنا مباشرة من تونس العاصمة.